ليست مجرد أحجار تلك المباني بل عالم من أسرار حملت معاني هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام هي بسمة الفجر الجديد يخط أغنية السلام واحدة من أجمل المدن في أنحاء المملكة المتحدة والتي حافظت على تراثها المعماري منذ القرون الوسطى إلى يومنا هذا لتتحول إلى متحف كبير من الأبنية المعمارية الفريدة والشوارع التاريخية التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم إنها العاصمة الإسكتلندية إدنبرا في الجنوب الشرقي من اسكتلندا وعلى شاطئ بحر الشمال تقع إدنبرا أو كما يطلق عليها أثينا الشمال مدينة المهرجانات الإنجليزية أخذت المدينة شكلها الحالي نحو عام 1920 إذ اتسعت لتضم عدة مدن ساحلية صغيرة ولتصبح ثانية كبرى مدن اسكتلندا بعد غلاسكو يحتل وسط المدينة منخفضا متطاولا غربا شرقا شغلته في الماضي بحيرة الشمال التي جفت عام 1816 وتشغله حاليا حدائق شارع برينس التي تتصل عن طريقه بالمدينة وفي أقصى الجنوب الغربي منه تقوم قلعة روك فوق جروف بازلتية ترتفع نحو 81 مترا عن أرض المنخفض ويعود أقدم جزء فيها كنيسة سانت مارغريت إلى بداية القرن الثاني عشر from the 12th century and it's a beautiful old chapel dedicated to Saint Margaret. So that's the oldest building and gradually over the years and the centuries new pieces have been added on and added on and it has now become a very dominant feature of our skyline. And you can see that the beautiful sandstone has been cut out into very, very black volcanic rock and on a terrible grey. تمتد أمام القلعة باتجاه الشرق نواة إدنبرا العصور الوسطى بشوارعها الضيقة المتعرجة المغلقة وبيوتها العالية المتراصة على طول طريقين متوازيين ينتهيان إلى دير هوليرود وقصر هوليرود هاوس وحدائقه يتألف الطريق الأول من شوارع تشتمل على أهم المواقع التاريخية والمتاحف وأقدمها ويضم الطريق الثاني مكتبة المدينة والمكتبة الوطنية الإسكتلندية التي بنيت عام 1682 للميلاد
تنتهي إلى مرج بحيرة الجنوب الجافة وتشتمل على جامعتي إدنبرا القديمة والحديثة وجامعة هاريوت التقنية والمتحف الملكي الاسكتلندي. وعلى طول الحافة الشمالية للمنخفض وحدائق شارع برنس تظهر إدنبرا الحديثة، مدينة القرن الثامن عشر، وتتألف من شبكة واسعة من الشوارع العريضة تتخللها ساحات فسيحة. وتشتمل المدينة الحديثة على بناء مكتب السجل الاسكتلندي وقاعتي الموسيقى والرسم الوطنيتين ومتحف العاديات القديمة. تم تشييد إدنبرا التي تتميز بطابعها المعماري القوطي في القرون الوسطى، وتشتهر بهندستها المعمارية القوطية الجميلة، وهي المدينة القديمة حيث واجهات مبانيها مداخل لسراديب وأزقة خفية. مدينة ساحرة بأرصفتها المبلطة وغامضة بساعاتها ومنحوتاتها التي تملأ ميادينها. أما خصائص الهندسة المعمارية الجورجية في المدينة الجديدة والتي خلقت تناقضاً معمارياً وجمالياً مع المدينة القديمة والتي تشكل إدنبرا الحديثة، فتتميز بشوارعها الواسعة المستقيمة المعبدة، ممراتها وأبنيتها متلاصقة ومتناسقة، تذكرك هندستها بجادات نيويورك المتوازية. طابعها خلافاً للأحياء القديمة لا يربك جوجل مابس، لأنه واضح ومنظم ومرسوم بإتقان معماري ومدني حديث. معظم المباني هنا مبنية من الحجر الرملي الأبيض مقابل واجهات الجرانيت الداكنة في المدينة القديمة. تمت الموافقة على الخطة الأولية للمدينة الجديدة في إدنبرا من قبل مجلس المدينة في عام 1767، وهي أكبر مثال كامل لتخطيط المدن من الفترة الجورجية في أي مكان في العالم، مع تأثير كبير مأخوذ من مباني اليونان القديمة. الشوارع أكثر استقامة وأوسع نطاقا، وكل شيء فخم وأنيق للغاية. مزيجها من العمارة الكلاسيكية والساحات الكبرى والمدرجات والحدائق والممرات المنعزلة، يعني أن المشي في شوارعها هو رحلة في الزمن إلى عصر الأناقة الكلاسيكية. على الرغم من أن إدنبرا توسعت لتلتهم القرى المحيطة وموانئ فيرث فورث بين عامي 1856 و1920، فإن قلبها الجمالي لا يزال يكمن في جوهرها التاريخي الصغير الذي يضم المدينة القديمة والمدينة الجديدة. فالبلدة القديمة التي بنيت في العصور الوسطى عندما كان الخوف من الهجوم مستمراً تتجمع على صخرة القلعة وتطل على السهل المحيط. كانت إدنبرا عاصمة اسكتلندا لأكثر من 500 عام، حيث اشتهرت بالكتاب والفنانين والفلاسفة والعلماء، وكانت موطناً للاقتصادي آدم سميث والفيلسوف ديفيد هيوم.
meant that around 1750, the city fathers thought, we have to do something about this. So they bought, in the north of the city, they bought the rights to some extra land, and they brought in very eminent architects who designed almost the perfect town planning, with wide open streets all in nice neat rows and elegant roomy townhouses with gardens, public gardens and big public squares. And this was a completely different life to the life in the old town, and it was much more appropriate for the thinkers, the poets, the scientists, the philosophers of what we call the Scottish Enlightenment, which is when ideas from Scotland were spreading around the world. And so this new town, with its elegant architecture, with classical influences, was felt to be much more appropriate for the time. The unfortunate thing being that if you didn't have money, you of course couldn't move down into the new town, and the poor people stayed behind in what we now call the old town. But there, lots of history, lots of wonderful secrets to explore, so we're very proud of it. بنيت إدنبرا على الإطلالة غير العادية من التلال والوديان، والتي تشكلت من ملايين السنين من البراكين والصفائح الجليدية معا، حيث خلقت هذه العوامل أفقا مميزا ومناظر خلابة. Of course, you'll know that this is a volcano, an extinct volcano, and the lava flowed down the hill. And so that afforded the opportunity to build a castle in a very well defended place. Purely geography. بسبب الطابع الفريد للمدينة التي تحتوي على العديد من المباني التاريخية الهامة، حيث يوجد في البلدتين القديمة والجديدة أكثر من 4500 مبنى، تم سرد أكثر من 75% من جميع المباني ضمن مواقع التراث العالمي، وذلك لأهميتها المعمارية، ومن أشهرها قلعة إدنبرا، والتي اختيرت مؤخرا بوصفها المكان الأثري الأكثر جذبا للسياح في قوائم السفر البريطانية. Edinburgh is quite a small, compact city. I know that it doesn't compare with huge cities like London or Paris or Rome or Shanghai or whatever. But if you want to visit a small historical city, and it is historical, this castle that I'm standing in just now is like 1,000 years old, so we're talking of a city. You can find all types of houses, buildings, some for rich people, some for less so. Most of it all in stone. The sandstone of the area around here was very, very important. And it was built on a hillside. And that gives it its character. Hillsides and Scotland go hand in hand. And many of the little streets running down on either side of the Royal Mile were stairways, and they were for people walking. So it is quite unlike cities built on a flat. تفتخر اسكتلندا بعدد مذهل من القلاع، أكثر من 2000 قلعة. هذه القلاع لم تلفت انتباه الزائرين من فراغ، حيث إن لها تاريخ بناء معقدا، فضلا عن أنها
ضاربة في القدم، وتم بناؤها كحصون لحماية القبائل التي سكنت المنطقة على مر القرون. وشهدت هذه الهياكل الرائعة الاضطرابات والغموض والمكائد، وقد تدمرت بعض القلاع، بينما تحول البعض الآخر إلى متاحف، ولا يزال عدد قليل منها يضم العائلات التي مرت بها من جيل إلى جيل. So what we have at the museum are two separate museums. First of all, there was the Royal Museum of Scotland, which was opened to the public in 1866. So it's a Victorian invention. And it housed the antiquities from all around the world. So it specializes in collections of science and technology, the natural world, natural history, cultures from around the world. Last year I made a book on Edinburgh because I was so thrilled with walking around my beautiful city when it was sunshining and no tourists were about, I'm sorry to say. It made the city so quiet and peaceful. على المستوى التاريخي أدت قلعة إدنبرغ دورا محوريا في التاريخ الاسكتلندي، حيث كانت كمقر إقامة ملكية، وما زال يحفظ فيها شعار البلاد وتاج الملك وصولجانه وسيفه. أدت الصخور السوداء المتداعية من صخرة القلعة التي ترتفع فوق الطرف الغربي من شارع رويال مايل دورا رئيسا ومهما في الحفاظ على إدنبرغ، بل يعزو علماء التاريخ إليها السبب في وجود إدنبرغ حتى اليوم. ويقال إنها كانت مشرفة ومطلة على طريق الغزو بين إنجلترا ووسط اسكتلندا، وهو طريق لطالما اعتمدته الجيوش التي لا تعد ولا تحصى من الجحافل الرومانية منذ القرنين الأول والثاني الميلاديين كطريق أساسي لها لمهاجمة القلعة. تمتلك مدينة إدنبرغ بعضا من أفضل المباني المشيدة من الحجر الرملي في أوروبا، واستغل بناء كل من المدن القديمة والجديدة أحجار البناء هذه، والتي تم تصدير بعضها إلى جميع أنحاء العالم. ووفرت الصخور الرسوبية ولا سيما الحجر الرملي عالي الجودة الموارد الطبيعية المحلية التي تم استغلالها بشكل فعال في تشييد مباني إدنبرغ. So from the castle you can see right down over what we call the old town. Now right up until the 1750s Edinburgh had a boundary. It had a sort of area in which people should stay, and this meant that as the population grew, the only way to make the city bigger was to build and build and build up and up the way. 7 stories, 10 stories. يعتبر شارع رويال مايل قلب مدينة إدنبرغ القديمة، أو ربما العمود الفقري لها، مع قصر هوليرود هاوس في أسفله وقلعة إدنبرغ في رأسه. لقد وقعت أحداث معظم التاريخ الإسكتلندي العاصف في شوارع رويال مايل في البلدة القديمة، ويقع هذا الشارع التاريخي في وسط المدينة القديمة، ويأتي اسمه من تقاليده كطريق موكب للملوك والملكات على مدى 500 عام الماضية. في تقاطع شارع رويال مايل مع شارع جيفري توجد حجارة نحاسية تشير إلى الموقع الدقيق لبوابات المدينة، بينما إلى الأمام هناك
ذا وورد إند، أحد أقدم الحانات في إدنبرا. اعتقد سكان المدينة أنه لا يوجد عالم خارج الأسوار، ولهذا تسمى الحانة نهاية العالم. يعتبر شارع فيكتوريا في المدينة القديمة أحد أكثر المواقع التي تم تصويرها في المدينة، فالمنحنى اللطيف وواجهة المتاجر الملونة جعلاه مكانا مفضلا للصور السياحية والبطاقات البريدية والإعلانات التلفزيونية. I grew up here in the city of Edinburgh and lived in many places as an adult, but came back to Edinburgh because. And to my mind, it's still one of the most beautiful cities in the world. And one of my favourite buildings is the museum, the Scottish Museum, which is on Chambers Street. We were at peace by then. We joined with England, so we could afford to leave the city walls, and they built a whole new city on the other side of from the castle here. And all the rich people then were encouraged to come back to Scotland, and shops appeared and everything, and we had a lovely new Georgian new town compared to this very old medieval town that used to exist between the castle and the palace. But I love Edinburgh, of course, because it has a huge, well, not a huge, but a mountain in the middle. It has hills, it has the sea, it has parks, it has so many things that you can easily visit. Beautiful botanic gardens, lots of golf courses if you like that. There must be 20 golf courses all in Edinburgh. Fantastic. جميلة وهادئة وفي الوقت نفسه ملهمة ومثيرة بفضل ثقافتها العالمية وهندستها المعمارية المذهلة. فالتنزه مشيا على الأقدام هو الأسلوب الأجمل للتمتع برؤية مدينة إدنبرا. ليست مجرد أحجار تلك المباني، بل عالم من أسرار حملت معاني. هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان، هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان. هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام، هي بسمة الفجر الجديد يخط أغنية السلام.